بالنسبة لمدينة مراكش توفر على 14 حافلة كهربائية، 4 نقل سياحي، وعشر حافلات للنقل الحضري، للنقل الحضري المخصصة في إطار بياشينس. بالنسبة لعدد الراكبين بالنسبة للنقل الحضري وصلت أعلى نسبة هي 80,000 راكب حققته في شهر أبريل 2018. هذه الحافلات تأمن نقل المرتفقين من مرجان اللي كيف طريق اكادير الى باب تكوالا. مريح وفيه لاكليم مزيان، ولكن كنتمنى ان المواطنين يحافظوا على هذا لي بوس، لان ما يلقاوش بحالهم. اولا لانهم كيحافظوا على البيئه، ثانيا لان كيوفر له الراحه، فهذا شي حاجه زوينه في مراكش. بالنسبه للي بيس الكتريك، انا اول تجربه هنايا كاينه في مراكش، انا جاتني تجربه مزيانه، بقاش يعني سهلت علينا بزاف الحوايج، خصوصا في هذه الوقيته هذه. يعني كنكون مشكل في الطاكسيات، مشكل في الطوبيسات، يكون الطوبيسات عامرين، الطاكسيات ما تلقاهمش، ولكن مع سته. المهم انا يعجبني في هذه الوقيته، يعني كنوصلوا بكري لجيوننا، الطريق مسرحه، يعني غادي ما كاينش الزحام، ما كاينش هذا، زوينه. الحافلات الكهربائيه ديال مدينه مراكش واحد التجربه فريده على الصعيد الوطني الافريقي، اول مدينه يدخل لهذا النموذج. بديناه مع كوب 22، مع قمه المناخ، والتجربه اللي داخله في واحد المنطق ديال التخطيط الحضري اللي يروم ادخال كافه الامور اللي ممكن ان تخفف الضغط ديال السير والضغط البيئي على المدينه. هذا مشروع في البدايه ديالو، طبعا مشروع متكامل، فيه الحافلات الكهربائيه في السير، ولكن كذلك فيه جزء اخر اللي هو استعمال الطاقه النظيفه، الطاقه الشمسيه، بهذه المحطه اللي ستزود الحافلات بالكهرباء. يعني في غضون واحد شهرين غادي تكون مزوده يعني بالكهرباء الاتيه من الطاقه الشمسيه.